رجعنا تاني في فن وهندسه، وضفنا العزيز محمد علاء المحلل الرياضي. محمد يعني ايه، احنا زنقناه النهارده كده ماتش كده ايه. انا كنتش بحب اما اجي اظهر مثلا مع عفيفي كضيف قبل ما نقدم البرنامج يعني، انا وعطا كنتش بحب ايام الماتشات دي، بس عفيفي كان صديقي قوي قوي فما اقدرش اقول له لا الصراحه، اما كان يجيبني ليله ماتش ولا بتاع ببقى ايه شايل الهم انت عارف، فما بالك بقى جايبينك في ماتش اللي هو ايه يعني في ختام المجموعه مشاركه سيئه، فانا ايه يعني بعتذر لك على الهوا اهو على الموضوع ده، ولكن انا كل ثقه ان محمد دايما عنده الجديد. انا من الناس اللي بستمتع جدا جدا في كتاباته على السوشيال ميديا، دايما بيجد حاجات كده بين السطور، فتعال نجد ما بين السطور لعل وعسى ما نقوله يكون لديه صدى جيد. اهلا بك يا محمد في فن وهندسه، واهلا بك معنا في قناه الزمان. اهلا بك يا خليفه، نفس اللي كنت بتقوله بالظبط مع عفيفي، انت وعطا عزاز جدا على قلبي، ودايما اي فرصه في فن وهندسه هي فرصه سعيده، اي فرصه في قناه الزمالك عموما فرصه سعيده، لكن فن وهندسه ليه ومعزه خاصه عشانك طبعا وعشان عطا وعشان الفكره كلها بتاعت البرنامج. هي حاجه جميله جدا ان احنا نلاقي برنامج بيدي مساحه لمحللين كتير شباب في جيلي والجيل اللي قبلي والجيل اللي بعدي كمان، بيقدروا يقدموا افكارهم بشكل حر جدا، وبيقدموا حاجات يعني ما كناش معتادين نشوفها كتير في التلفزيون المصري الفتره الاخيره، لكن مع التطور الكبير اللي بيحصل في افكار الشباب اللي متابع الكوره والمتابعه الاوروبيه، كنا محتاجين منصه زي دي في قناه كبيره زي قناه الزمالك تسمح لنا نقدم افكارنا بهدوء وبسلاسه زي اللي بيحصل هنا في البرنامج. فانا سعيد جدا وسعيد بالتجربه ومبسوط طبعا ان انا معاك يعني. انا اللي سعيد جدا بك يا محمد. اي ضيف بيجي لي في اول استضافه لازم اساله السؤال الزمالك ليه؟ لازم يكون عندك اجابه بقى في الورث والارث الابوي وكذا ولا اسباب تانية؟ والله طبعا كان الورث الابوي لي نصيب كبير، لانه انا والدي حب الزمالك عن اخوه الكبير كان هو المقرب لقلبه جدا، وكان زملكاوي درجه ثالثه زي ما بيقولوا. والدي كمان كان زملكاوي متعصب جدا في فتره الشباب، كان يعني شباب. وايه بقى فتره مين بقى؟ فترته والدي مواليد 1960، فهو لحق بقى يعني لحق عز الزمالك كله. لحق عز الزمالك كله، جيل الزمالك بتاع الثمانينات ده جيل جميل جدا جدا بالظبط، وانا يعني طبعا نهايه السبعينات والثمانينات ده كانت الزمالك بيلعب كوره جميله قوي بالظبط، وانا عشان سني مش كبير قوي، فانا لما بدات اتابع الزمالك بقى كان جيل حازم امام وهكذا، فانا طبعا فتره تعلقي بحازم امام كانت مش طبيعيه، حازم كان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا في الكوره، فلو انا هلخص الزمالك ليه جنب والدي لازم احط طبعا حازم امام، حاجه بالنسبه لي كانت كبيره جدا يعني. طبعا طبعا طبعا. نيجي بقى لمباراه سجرادا، انت شفت مباراه سجرادا ازاي؟ واحنا وعطا بنحلل كده كان عندنا تساؤل، 70% استحواذ ولكن بدون فاعليه، وعدد تمريرات كبير 600 ومش عارف كام، دي بتاعت على فكره بتاعت برشلونه الارقام دي تخض كده، ولكن اللي احنا شفناه في الماتش مش بدون فاعليه. عندك انت الاجابه يعني؟ انا عندي اجابه بس عايز ارجع بس خطوه لورا الاول. احنا دايما بنخش الماتشات اللي هي للاسف يعني تحصيل حاصل، بنبقى عندنا قبل الماتش طبعا حاله من الفتور، الماتش مش مهم بالنسبه لك اطلاقا، لكن مجرد صفاره الحكم وانت شايف الزمالك بيلعب انت عايز تشوف افضل حاجه قدامك. هي دي صعوبه الماتشات اللي من النوع ده، انت بتتفرج وانت عارف انه الماتش ملوش اي لازمه واللعيبه دوافعها تكاد تكون معدومه، لكن في النهايه انت مستني تشوف حاجه، خصوصا مع طموحاتنا واملنا في فتره فيريرا. فبالتالي يعني عندك سؤال عشان اسالك السؤال، اللي انت شايفه ان اداء الزمالك السيء ده في دور عليه غير المستوى الفني كمان، في دور الاحباط وغياب الدوافع يعني؟ ما هي دي حلقه الربط اللي انا كنت عايز اتنقل منها بالظبط. طبعا الدوافع ليها عامل كبير، واحنا في النهايه لما بنتكلم عن تحليل اي مباراه ده حاجه احنا اتعلمناها حتى انه المباراه هي عباره عن قصه، انا ما اقدرش اقطع منها فصل علشان احكي فصول ثانيه، ففي فصل مهم جدا في بدايه القصه بتاعتنا النهارده وهو ان الزمالك داخل المباراه بدون دوافع، سجراده كمان بدون دوافع، لكن في النهايه يعني الزمالك بقيمه لعبته لما الدوافع بتقل بتلاقي ان احنا الاثنين شبه بعض، بقينا احنا وسجراده متشابهين تقريبا يعني. احنا كنت سامعك انت وعطا بتتكلموا في المقدمه على انه التسديدات يعني على المرمى تعتبر واحده، فهي تحس ان احنا الاثنين شبه بعض لان الدوافع خلاص احنا الاثنين معدومه، فده جزء مهم جدا من القصه يعني الدوافع الدوافع معدومه، ولكن المفروض في تفوق فني للاعب الزمالك. هي دي بقى الحاجه اللي احنا ناخدها الناحيه الثانيه، انه التفوق الفني للزمالك كان منعدم بسبب انه في بعض القرارات اللي هي بقى فنيه بحته خالص، احنا ما ينفعش نشوفها مع الزمالك وما ينفعش نشوفها في وجود فيريرا، اهمها طبعا النقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها في نقطه التمريرات الكتير الكثيفه اللي بلا
قيمه تقريبا. احنا في التحليل عموما لما بنحب نظهر اي حاجه تخص الفريق محتاجين بس نقسم الماتش لمراحل لعب. كل ما بتبص على مرحله لعب بشكل منفصل اكتر شويه كل ما يبقى عندك يعني مؤشرات اعلى وكل ما يبقى عندك رؤيه اوضح للفرقه دي بتحاول تعمله. انا بقى استعجبت انه فتره الاستحواذ الكبيره جدا للزمالك هي طبعا كانت اغلبها بروجريشن او تحضير او تقدم يعني او بيلد اب، لانه سجرادة ما ضغطش كتير قوي عليه. احنا دايما عارفين انه البيلد اب لما فرق بيضغطنا عليه سجرادة ما ضغطش كتير قوي عليه، لكن في اغلب الوقت كان بيضغط متوسط، فكنا دايما في مرحله البروجريشن. مرحله البروجريشن في الزمالك كانت رتيبه جدا، رتيبه بسبب ضعف حركه خط الوسط. لعيبه الخط الوسط في الزمالك تقريبا ما بتتحركش في كذا كوره في الشوط الثاني تحديدا. رؤى وطارق حامد واقفين في اماكنهم حوالين الدايره بيرفعوا ايديهم مستنيين استلام الكوره في مكان ملوش اي قيمه يعني. اللي انت شايفه صح ان في وقت مثلا ما المدافعين بيبتدوا بالهجمه لابد ان يتم تحرك من دول. طبعا ما حدش يقدر نتكلم على الاستحواذ من غير ما نذكر تشافي، وهو يعني فيما يقال عنه ان هو مخترع الزمكان الكروي، ان هو قد ايه هو كان بيبقى قادر يختار المكان المناسب في الوقت المناسب. في نفس الوقت بقى اللي احنا بنتعلمه كتحليل كوره، احنا عندنا ثلاث حاجات ثلاث مرجعيات لاي لعيب مستحوذ على الكوره او بيطمح للاستحواذ، هو الخصم والمساحه والكوره. انت بتطلب الكوره في مساحه غير مناسبه تماما والخصم مش هيتاثر لو انت استلمت في المساحه دي. وهو ده بالظبط اللي كان حصل من الزمالك في خلال احداث المباراه، انه مع كل لقطه كنا بنبقى مستحوذين فيها على الكوره ما كانش بيبقى في لعيب قاصر خطوط الضغط بتاعه سجراده، فبالتالي اي لعيب بيستلم التمريره بتاعه لعيبه الزمالك بيستلم التمريره وبيرجعها للي باصاله او لشخص ثاني كلهم بلا قيمه. لما نيجي نبص على اول يعني صوره احنا كده لمشاهدينا يعني اللي هو انا واقف قصادك وانت واقف قصادي في الملعب، انا بديك الكوره وانت بتديني الكوره، حصلت البركه بالظبط بالبلدي بقى عشان ايه كله مشاهدينا احنا في التلفزيون احنا مش في السوشيال ميديا. فاللي انت بتقوله دايما ان لابد يعني انا معايا الكوره محمد علي اللي انا همرر له ده لو في لعيبه من سجراده يبتدي يتحرك في ظهرهم عشان يبقى التبريره ليها قيمه ان انا خرجت اللعيبه اللي ضغط عليها دي من اللعب بالظبط، بدات انا امتلك افضليه. انما اما انا وانت كده بننتقل الكوره ولسه لعيبه سجراده ما خرجتش من اللعبه وما حصلش حاجه بالظبط. هو الهدف من اي استحواذ ان انت لما بتكون بادئ اللعب مثلا في مرحله البروجريشن او في مرحله التقدم اللي هي في وسط الملعب، يعني الاستحواذ عند متوسط الثلث الاوسط من الملعب، انت كل طموحك دلوقتي انك تنقل الاستحواذ بتاعك ده للثلث الاخير من الملعب عشان تبدا تصنع الخطوره. ايه الفشل اللي انت ايه السبب في انك بتفشل في انك تنقل اللعب من المنطقه دي للمنطقه دي؟ هو انك ما بتكسرش خطوط الضغط بتاعه الخصم اللي هي يعني طلعهمش من اللعبه بالظبط، انت بتطلعهمش من اللعبه. ويعني بالمناسبه خطوط الضغط بتاعه سجراده خطوط ضعيفه جدا. احنا بس عايز عشان ناكد على الجمله اللي احنا كنا بنقولها من شويه واللي انت وضحتها للجمهور معانا، ممكن نتفرج على اول صوره. هي انا دايما بحب لما اتكلم عن الاستحواذ في الزمالك بجيب شبكه التمريرات دي، بحس ان هي صعبه شويه فاحنا نحاول نفك تلاصمها. اشرح لنا بقى يعني ايه دي خريطه الكره الارضيه بالظبط، هي يعني ايه تبدو طلاسم شويه بس هي يعني مع شويه لا يعني هنحاول نشرحها منك كده هتكون واضحه جدا. هو طبعا الدوائر الصفراء دي التمركزات لعيبه الزمالك بالظبط بالارقام، يعني 16 محمد عواد، 4 محمود علاء، 5 عبد المنعم. خش بقى في اللي انت عايز تتكلم عليه تحديدا بالزبط. اهم نقطه هي اللي انا عايز اتكلم عشانها وجبنا خريطة دي عشانها. لما نتفرج على رقم 3 اللي هو طارق حامد، طارق حامد بالظبط، ورقم 12 اللي جنبه اللي هو محمد اشرف رؤى، الاثنين تمركزهم جنب بعض جدا جدا قريبين جدا من بعض. نبص على عدد التمريرات اللي منهم لبعض، 20 تمريره من طارق حامد لرؤى و24 تمريره من رؤى لطارق حامد، في 44 تمريره من تمريرات الزمالك اتلعبوا في مساحه بلا اي قيمه وبلا اي هدف وبلا اي طموح وبلا اي نتيجه. يعني هو مش هيصفر عن شيء، انا استلمت الكره من طارق رجعتها لرؤى، رؤى استلم من طارق رجعها لطارق تاني. بتزود عارف دي بتعمل ايه؟ بتزود ارقام التمريرات عند كل لاعب، بيقول لك نسبه التمرير الصحيح مش خداع الارقام بقى. دي بقى نقطه هتخلينا نروح معاك لنقطه مهمه جدا. احنا لما اتفرجنا على نزول ايمن حفني، ودي نقطه انا حابب ان احنا نتكلم عليها، ان انا عايز اعيد جمله احمد سامي لان جمله مهمه قوي. لما لاعب نزل هو يعني ايمن حفني بقى له فتره كبيره جدا جدا بعيد. جدا بعيد عن الكوره بعيد وسنه عن سنه كبير، ورغم كده إيه؟ كان مؤثر جدا بالظبط. يعني بالظبط ليه؟ لانه ايمن حفني عنده حاجه مهمه قوي ان هو بيلعب كوره للكوره. احنا ملاحظين الفتره اللي فاتت يعني مع محاوله الاهتمام اللعيبه بنفسها اكتر انه بقى في موجه من محللي الاداء بيدوا اللعيبه مجرد الارقام بدون اي سياق، مطمصه زي ما بنقول كده، رقم ملوش اي قيمه. فاللعيبه في وقت من الاوقات بدات تهتم بان ارقامها دي ترفع، هو بيدي لنفسه احساس ان هو عمل اللي عليه وان هو بيتطور، لكن هو في الواقع ما فيش. في لعيبه بتتساب انها تلعب الاوتات عشان تتحسب لمسه للكوره ويزود ارقام والله بلا هدف يعني فاهمني. لكن احنا دلوقتي بنحاول نقول للعيبه انه مش بس انا مش مهتم انك تكون عملت لي 100% تمريرات صحيحه، لكن ههتم قوي لو عملت لي اسيست سليم. اسيست ده اهم عندي من 100 تمريره صح. الرقم تؤكده العين بالظبط، وهو دلاله ناقصه بالظبط. ما لم تراه بعينك فهو غير حقيقي بالظبط. خرجت من المباراه ما تقوليش عامل كام تمريره مقابل وريني بعينيا اللي انا شايفه
في الملعب ده حاجه يكون ايجابيه يعني. بالظبط. لما نيجي بقى نتكلم عن المساحه اللي بين طارق حامد وبين محمود علاء وبين محمد عبد الغني، هو دي واحده من اهم النقط برضه اللي بنتكلم فيها. احنا المفروض في مرحله، في كل مراحل استحواذ الفريق بيبقى محتاج يكون زايد على الاقل بلعيب واحد بس في مرحله الاستحواذ عن اللي بيضغط. يعني لو الخصم بيضغط بثلاث لعيبه، انا محتاج اكون متمركز باربع لعيبه علشان اقدر اكسر الضغط ده، زي ما كنا بنقول بان لعيب يستلم والتاني يتحرك في الظهر. لما تيجي تبص بقى الصوره اللي معانا بعدها، هتبص على متوسط تمركز لعيبي سجرادة في الشوط الاول. تمام، نشوفها معانا عشان الناس تبقى. بص، سجرادة مش مهتم قوي بان هو يضغط عليك من قدام، حتى تمركزه بثلاث لعيبه ده اقصى حاجه ممكن يوصل لك بيها، ان هو بيجي لك بس بثلاث لعيبه فوق خط الوسط. وخد بالك ان ده كمان متوسط تمركز اثناء الاستحواذ، يعني هو حتى في خساره الاستحواذ ما كانش يبقى فيه لعيب رقم 16 ده متطور قوي كده. شفناه في الملعب كان هو بيلعب بيضغط عليك بثلاثه بالظبط، ثلاثه ماكسيمم، اقصاهم في واحد بيطلع يضغط قدام على الاثنين مساكين. كان المقابل الطبيعي انه احنا لما الزمالك يشوف المنظر ده، ان هو يقلل عدد اللعيبه اللي موجوده في التلت الاول بتاع الزمالك، في مقابل ان انا اخلي اللعيبه بتتحرك في ظهر خطوط الضغط بتاعه سجرادة، علشان يبقى عندي مساحه ان انا اكسر خطوط الضغط، ثم اتحول من مرحله لمرحله لمرحله علشان ابدا اوصل للفاينل سيرف او للتلت الاخير اللي هو في كل الخطوره. احنا اللي شفناه النهارده يعني الزمالك كان بيعمل ايه بقى قدام الثلاثه دول؟ تلاقي فيه هنا خمسه، فاللي بيستلم في ظهر الثلاثه دول عدد قليل. تعال نشوف الصوره اللي بعد دي، لا اللي بعدها بالزبط. يعني ده سجرادة. خلينا نشوف متوسط تمركز لعيبه الزمالك في الشوط الاول. ده سجرادة في الشوط الاول، يعني عايزين ننط الشوط الثاني في سجرادة مش مهم. ونروح لمتوسط تمركزي لعيب الزمالك. مظبوط. لما هنبص على متوسط تمركز لعيبه الزمالك في الشوط الاول، هنلاقي ان في تقريبا خمس لعيبه. عبد الشافي قريب جدا من الاثنين ارتكاز او من الاثنين مساكين، وانا شايف انه ده ملوش اي قيمه اطلاقا، لان انا مش محتاج اكسر سجرادة من الطرف، لان هو بيضغط ناره زي ما بيقول، يعني بيضغط بشكل عمودي على الدفاع، فهو اطرافه بالفعل مفتوحه. انا مش محتاج ان انا يعني اوسع الملعب اكتر من كده، لان هو اصلا ما ضغطش عليا بشكل متقدم من الاطراف. فبالتالي انه في بعض الحاجات اللي احنا كنا شايفين ان هي قرارات، دي مش محتاجه اكتر من ان فيرار يكون واخد القرار. ابص هتلاقي عبد الشافي يعني يعتبر محمود علاء وعبد الغني 4 و5 هنا 13 و3. انت هنا في مقابل ثلاث لاعبين من سجرادة، الصوره اللي احنا هتكون في المخيله بالزبط. كان مقابل ثلاث لاعبين من سجرادة، احنا حاطين خمس لعيبه، كان انت مفترض لا يبقى اربع لعيبه بشكل مناسب، على اساس ان انت تبتدي تتحرك في ظهرهم هنا في القلب. التمركز الطبيعي للزمالك في الشوط ده انه يكون عبد الشافي جنب حازم امام او على نفس الخط بتاع حازم امام، بتقدم شويه اكتر، وان يكون رؤى اقرب لمكان اسلام جابر، وان يكون سيف الجزيري مترحل شويه قدام، فيكون اوباما عنده فرصه قدام. بالتالي لما اطلع بالكره في المراحل الاخيره اللي هو الثلث الاخير من الملعب، يبقى انا عندي جوه منطقه الجزاء بتاع الزمالك اكتر من لاعب اقدر اخلق بيه الخطوره. النتيجه اللي احنا كنا بنشوفه للوضع ده، ان الزمالك بيحضر بعدد عدد كبير جدا من اللعيبه، ان لما كنت بوصل للثلث الاخير من الملعب كنت بلاقي عدد قليل من اللعيبه في منطقه الجزاء، عدد قليل ذوي جوده قليله. نتحرك يعني بقى للنقطه اللي بعدها. يعني ايه؟ عارف انت، هو عدد قليل وما عندوش الحل الفردي اللي هو يعمل لك حاجه. يعني كمان وفي ساعات انت بتوصل وبتبقى مثلا هم اتنين بس قادرين على صناعه شيء ما مبهر. بالظبط. لا، احنا بنوصل بعدد قليل بجوده قليله. بالظبط. احنا النقطه اللي حبينا نتكلم فيها في الشوط الاول، وعشان كده انا ذكرت كل اللي فات ده، هو انه لعيب الزمالك الخط الهجومي ما كانوش بيتحركوا للعيبه اللي في الخط الاوسط او في الخط الدفاع بالشكل اللي يسمح لنا ان احنا فعلا نلاقي الخطوره اللي احنا نتحرك بيها او نكسر بيها خطوط ضغط سجرادة. لما نيجي نبص على مثلا سيف الجزيري وهو بالمناسبه، قبل ما نروح لسيف، هل في اختلاف بين الشوطين؟ يعني الزمالك ما حاولش يغير اي شيء؟ حصل اختلاف طفيف في الشوط الثاني، هو انه طارق حامد بدا يسقط اكتر شويه بين محمود علاء وبين محمد عبد الغني، وده سمح لي ان انا اخلي الاثنين الباكات يطلعوا اكتر قدام. وده لما هنيجي نتفرج على الاختراقات بتاعت التلت الاخير، هنلاقي ان في اختراقات كتيره جدا من الطرف اليمين، ويمكن هو ده السبب في انه عبد الشافي كان اقرب للمرمى بتاع سجرادة، وهو سبب صاحب الخطوره الاكبر للزمالك. ده تمركزات الزمالك في الشوط الثاني. شفت الشوط الاولاني قلت لك عبد الشافي محتاج يطلع اكتر لقدام بالظبط، حازم كده قدام بالظبط، بدليل وطلع حتى الكره اللي حطها في القايم واكتر من عرضيه حاول فيها يعني. حتى وقت الاستلام بتاع عبد بن شرقي اللي هو طلع بيه عبد الشافي وقت استلام بن شرقي كان هو بالفعل خلاص جنب منطقه الجزاء. انا مش طالب منه ان انا اقطع المسافه دي كلها من الجري علشان يكون موجود في منطقه الخطوره. ده نفس يعني انت شايف الشكل ده كان مناسب كمان نبدا بيه كمان. بالظبط، لانه الملاحظ كمان في الشكل ده او في الخرائط اللي احنا جبناها دي، انه الزمالك بالفعل وهو بيستحوذ على الكوره ما بيعتمدش على 4 3 3 على الاطلاق، هو بيعتمد على 4 2 3 1. يعني المفروض ان هو الثالث في وسط الملعب هنا، يا اما كان بيبقى اوباما في بعض الاوقات، يا اما كان اسلام جابر في بعض الاوقات. هم بعاد جدا عن طارق ورؤى اللي هم
يعتبر هم الارتكازين الاساسيين في الزمالك، وبالتالي تركيبه طارق وروى دي انا شايفها تركيبه عاجزه جدا. يعني هم بساطهم مع بعض الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الاول، تمريراتهم الكتير لبعض بلا قيمه بالنسبه لي، ملهاش اي قيمه. وفي النهايه اصلا طارق حامد لو هو محتاج يمرر لحد، هو بالطبيعي هيمرر لاقرب واحد ليه، طالما انا يعني في مسافه مضغوط، فبالتالي لازم يكون اقرب واحد ده مش واقف قدامه. يعني في لقطه من اللقطات في الشوط الاول كان اوباما قريب جدا من طارق حامد، احنا كنا خلاص في الثلث الاخير من الملعب، اوباما يعتبر لازق في طارق حامد، مفيش مساحه ان انا هلعب باص اكسر بيه خط ضغط. فبالتالي كل التمركزات دي المؤشر اللي احنا بنحاول نشير ليه انه الزمالك قرارات فيريرا للمباراه دي ما كانتش بالوضوح الكافي اللي خلينا نحس انه في شيء فعلا قيد البناء. احنا طبعا مش عايزين نهد ومش بنتكلم في انه ده الماتش اللي احنا محتاجين نقيم فيه فيريرا، لكن في النهايه انا بقول ان في بعض الحاجات اللي ممكن لما تشوفها لاول مباراه تشعر ان في شيء بيتغير، في شيء بيتحسن، يعني في شيء بيتقال يمكن ما بيتمش بشكل كامل، ما وصلش لمرحلته الكامله من البناء، لكنه في النهايه يعني بيتعمل. لكن انا شفته في مباراه سجرادة النهارده انه في قرارات كتيره جدا غريبه، يعني عجيبه ما ينفعش تنتظرها من فرقه بيدربها فيريرا واقف لها على الخط. يمكن اخر حاجه فيهم في الصور اللي عايزين نتكلم فيها النهارده، قبل الصور ممكن اسالك سؤال، هل وقوف اللعيبه وعدم تحركهم وعدم الاستلامات وخطوط الضغط ده بيتغير ساعات بتغيره الافراد، يعني افراد ذوي كفاءه اعلى زي امام وزي زيزو مثلا هيكون لهم يقدروا يغيروا شويه من شكل الفريق، وفتوح اللي عنده اندفاعات كويسه، هل الثلاثي او الرباعي الونش فتوح امام زيزو اللي هم الدوليين هو يعني ايه دول اتقل لعيبه عندك في الفريق اصلا، يعني اللعيبه الدوليه بتاعتك اللي هم يعني موجودين في منتخب مصر وده دليل على جودتهم، يعني ليهم دور كبير مع المنتخب، هل اللعيبه دي هتقدر تغير الموضوع ده، ولا الموضوع يتعلق اصلا مش بالامكانيات الفرديه قد ما بالفنيات وعدم انسجام اللعيبه لسه على طريقه اللعب بتاعه فيريرا؟ هو معتمد على الطرفين، لكن في النهايه لما بتكون لعيب معاك لعيب زي زيزو هو بالفعل ممكن يكون فيريرا ما قالوش حاجه معينه، لكن هو شايف ان المساحه دي افضل الاختراق فهو اخترقها مثلا، دي حاجه هيعملها لعيب بحكم الخبره وبحكم ان هو دولي وبحكم الاحتكاك. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على المنظومه، انا كنت عادي جدا ان انا اشوف لعيبه الزمالك بتتحرك مثلا في اماكن كويسه، لكن وقت الاستحواذ القرار في التمرير بيكون سيء مثلا، يعني ده شيء حصل جدا مع سيف الجزيري، سيف استلام في اوقات كتيره جدا تمريراته ما كانتش افضل حاجه، فالزمالك ما كانش معتمد عليها بشكل كبير. لكن شفنا مثلا يعني انا بتكلم الجوده كانت موجوده، يعني افتقاد الجوده ده كان موجود مثلا في نموذج سيف، انما بالزبط. افتقاد التمريرات ده ما كانش ليه علاقه بالجوده قد ما بالتحرك والمنظومه نفسها مش سوء مثالي. التمركز يظهر جدا في لعيبه في وسط الملعب، لكن سوء الجوده يظهر جدا في لعيبه خط الهجوم. يمكن احنا بنتكلم عن سوء الجوده وفي خط الهجوم ده لعيب بقيمه اشرف بن شرقي، لكن في النهايه هو ده الواضح، لعيب استلامه للكوره سيء جدا، في كوره كانت داخل منطقه الجزاء اشرف بن شرقي ما عرفش حتى يوقفها، كانت ممكن تخلق بالزبط. خطوره بهدف، والتسديدات ما بيشوطش على الجون بقاله كتير، يعني رغم ان كانت في فرص للتسديد، وحتى دريبلينج يعدي واحد على واحد في مواقف بقى اللي هو خلاص انت وصلت له جوه منطقه الجزاء، لو عدى يجيب جون ما فيش. هو القرار بتاع لعيبه الزمالك في الخط الهجوم بالتحديد كان قرار مهتز، ما هواش عنده الثبات اللي يخليك تحس ان اللعيبه دي عارفه هي بتعمل ايه، وده التفوق النسبي اللي احتسه ايمن حفني في الدقيقه البسيطه اللي لعبها. يعني حتى لما نشوف لعيب زي سيف زي سيد نيمار، اسف، لعيب هو المفروض ناشئ، انت نازل في مباراه بلا اي طموحات وخلاص، يعني اظهر نفسك قد ما تقدر بدون ضغوط، انت ما عليكش شيء. في ضغوط الرؤيه شويه، الناشئ ده ساعات بيبقى محطوط تحت ضغط نفسي اصلا، هو ناشئ. الضغط النفسي كان ممكن يظهر في لو هو مثلا لو حاول ياخد دريبل، حاول ياخد قرار المراوغه وفشل فيه، فاقول عليه ضغط، اللعيبه كانت بتخاف تاخد القرار، وده شيء عجيب انه فيريرا في العادي بتاعه احنا كنا بنبقى عارفين ان هو بيطلق العنان اكتر للعيبه خط الهجوم في ان هم يكونوا مرتجلين، يكون عندهم قدره على خلق القرارات الفرديه بشكل هم بخيالهم الاوسع، لكن الواضح يعني الوضع اللي احنا شايفينه في ملعب الزمالك ان لعيبه الزمالك في الخط الهجومي لو خيالهم ضعيف بين المخاطره والامان. بالظبط، كانوا بيختاروا الامان وده مش مناسب للعيبه خط امامي. بالظبط، يعني اللعيب اللي يكون جوه منطقه الجزاء ويقرر ان هو يباص مش يشوط على المرمى، دي حاجه غريبه جدا. ممكن يباصي، بس الباص اللي هو يحط واحد يجيب جون زي ما اشرف بن شرقي حطها لزيزو مثلا في ماتش 3-1. بالظبط، ده دي باص يجيب جون، بس انت بتتكلم لا ده كان بيباصي ساعات باصه مش مؤثره ومش كويسه، يعني حتى في كمان اوقات اللعيبه كانت بتخاف من الباص نفسه، يعني سيف الجزيري في لقطه استلمها في الشوط الاول كان في نص منطقه الجزاء تقريبا على طرفها، بن شرقي على الطرف الثاني يعتبر انفراد. بالظبط، سهل اللي هو بيمينه، وأوباما كرر نفس الموضوع. بالظبط، في ساعات انت عارف بتحتاج باص اللي هو ايه ذكي شويه بوش رجلك، ده في باصات كانت بتبقى ببطن رجلك، اسهل حاجه اللي في مدارس الكوره حط ببطن رجلك لزميلك اللي جاي من ورا، كان يعني لعيبه الزمالك في موقفين فشلوا في دي.
الباص السهل كمان خليفه، في نقطه مهمه جدا مفتقدينها في الزمالك، الباص السريع، انه اللاعب قبل الكره ما تجيله يبقى هو عارف هيعمل ايه، وده اللي هيخلينا ننتقل معاك للنقطه اللي انت كنت بتتكلم عنها انت وعطا، اللي هو يعني انتوا نهيتوا بيها، حيث يعني نبدا من حيث انتهى الاخرون، انه انا داخل على مباراه صعبه جدا، مباراه بيراميدز، انا هلعب فيها بطريقه لعب هي اقرب لفريرا، يعني شكله هو بيحبه ان انا هلعب بضغط متوسط، لكن صعوبه الضغط المتوسط في مواجهه الاستحواذ اللي بيراميدز بينفذه في التحولات، لو الزمالك ما قدرش ينفذ تمريرات سريعه بقوه على الارض، يعني يعني اللعيب بيستلم الكوره هو عارف هيطلعنا ازاي بسرعه عشان اقدر اخترق بيراميدز اللي كان بالفعل لسه مستحوذ، يبقى انا ماليش اي لازمه، هستلم الكوره بيراميدز هيرتد، هيقطع الكوره بيراميدز، هيبقى مستحوذ، انا بضغط متوسط هخطف الكوره مش هعرف ارتد، وهكذا هيبقى ماتش سيء جدا، وبيراميدز لما بيستحوذ هيبقى خطر عليا، علشان لعيبه بيراميدز عندها وعي اكبر بالمرجعيات اللي هم بيتحركوا على اساسها اكتر من لعيبه الزمالك في الوقت الحالي، فهو ماتش صعب قوي لو احنا صعبنا نعرف سنة بتمريرات البطيئة وبالركود وباللي هو بلغة الكرة التخشيب في الحركة، هيبقى ماتش صعب جدا. احنا واحنا بنحلل بيراميدز امبارح كنا شايفين ان النقطة اللي تلعب عليها عشان كذا هو التحولات، فعلا التحولات السريعة، فانت بتتكلم فيه تاني ان الباص يطلع بسرعة شوية عشان هي دي الفرصة بتاعتك، لما بيراميدز بيلعب عليك بيهاجمك بعدد لعيب كبير من اللاعبين، انت فرصتك انت تعمل التحول بسرعة، والتحول ده محتاج النقطة بقى اللي انت بتتكلم فيها، تمرير سليم سريع ارضي بتاخد بيه مساحات، ما بحبش قوي التشيبات، ممكن طبعا التشيب يتعمل كل حاجه، بس انا قصدي ايه، مش اللاعب يباصي كره بطيئه عاليه تاخد وقت وزمن في اللاعب اللي هيستلمها، كل ده هيفقدنا الحاجه اللي انا ممكن العب عليها وانا بلعب بيراميدز يوم الاربعاء. انت لو عملت الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي خليفه هتبقى بالفعل كابوس لطريقه استحواذ بيراميدز. جوارديولا مثلا وهو يعني استاذ المدرسه دي في الوقت الحالي، دايما لما بيلاعب فرق بتحاول تلعبه بضغط متوسط هو بيعمل كل ما يقدر علشان يخاطر يخرج الفرق اللي دي من الضغط المتواصل، يحاول يخليهم يا اما يضغطوا عليه عالي يا اما يرجعوا لمناطقهم يبقوا هم اخر بلوك او بيضغطوا في اخر ثلث من الملعب. الضغط المتوسط قدام الفرق اللي بتستحوذ بكثافه بيراميدز هو شيء مرعب لو تم فيه التحولات بشكل سريع، لو قدرت تنفذ التحولات بتاعتك بمرجعيه واضحه، ويبقى اللعيب اللي اول ما الكره بتبقى في استحواذ الزمالك يبقى عارف هيجري فين وزميله حافظ مكانه فيلعب له التمريره اللي هو متفقين عليها، فبالتالي يخترق مساحات بيراميدز، اصبحت كابوس لبيراميدز. العكس تماما لو انت ما قدرتش تعمل ده، فاللي هو يعني all or nothing، لو خدت ده يعني هتاخد كل حاجه يا هتخسر كل حاجه. نتمنى ان احنا نكسب كل حاجه، لان الماتش ده مهم جدا في مسيره الزمالك، سواء اللعب على اللقب او سواء اللعب على الترشح. مظبوط، الحاجتين اللي الزمالك بيعمل من اجلهم. مزبوط. في باقي الموسم بعد الخروج السيء جدا من دوري الابطال اللي هو اهم حاجه. عندك انت تعليق على سيف الجزيري في افتقاده للجوده، كنت جايب انت شيء يدلل على الموضوع ده نستعرضه، للاسف بنستعرضه، كنا احنا طبعا ما بنتمناش دايما نتناول اي جوانب سلبيه، ولكن الجوانب السلبيه دي نتمنى انها تتصلح، فمن حقنا نبص عليها عشان خاطر نريد شيئا جديدا من الزمالك. يعني احنا الاحصائيه اللي معانا دلوقتي دي الاحصائيات البروسيفد او البرسنتج بتاعت البروسيفد بتاعت لعيبه الزمالك، يعني نسبه استلام الكره من لعيبه الزمالك، لو انا دلوقتي لعيب فاضي او لعيب معايا الاستحواذ، اللعيبه اللي بتبقى ظاهره لي نسبتها قد ايه؟ لما نبص على النسبه دي هنلاقي ان طبعا اعلى واحد طارق حامد، ده شيء بديهي جدا، هو موجود في مكان اللعيبه اللي حواليه شايفينه بسهوله، لكن هتبدا النسبه دي المفروض بتقل كل ما بتروح لخط الهجوم، لكن انها تنعدم انها توصل 2% عند سيف الدين الجزيري، عشان اعرف ان هي نسبه قليله، مثلا سيف ظهر لاستلام الكره 12 مره في مقابل 47 مره ليوسف اوباما مثلا، يعني هي حاجه غريبه. هو ايمن حفظ 15 مره في الوقت في اللي نزل ايمن حفني 10 دقائق بالظبط، في وقت اقل بكتير، ايمن حفني في 10 دقائق كان ظاهر لزمايله بنسبه اكبر من سيف. بالمناسبه لعيبه الزمالك لما تبص على اللي هو الصف الثالث ده تمام، او العمود الثالث، هتلاقي الاصفار ده اللعيبه دي ما بتخسرش الكره تحت الضغط، يعني كل ما كانوا بيظهروا لزمايله كل ما كانوا بيستلموا، الموضوع سهل جدا، يعني سجرادة ما بيضغطش بقوه، احنا خسرنا الكره مره واحده بس من اسلام جابر صح. فالموضوع ملوش اي علاقه بالضغط، الفكره انك ما بتتحركش في مساحه زمالك يشوفوك فيها، على العكس تماما في كوره اوباما اتحرك في ظهر دفاع سجرادة، اشرف بن شرقي طلعها له في الشوط الثاني بمنتهى السهوله، وده الشيء اللي احنا علشانه انا كنت متفق معاك جدا في الراي اللي انت قلته في بدايه الحلقه، ان انا يوسف اوباما هو المهاجم المثالي لفريرا في الوقت الحالي، هو مش مهاجم مثالي في المطلق لكن هو الافضل في بالنسبه للموجود بالظبط، يعني هو الافضل في المتاح بالموجودين، يعني احنا بنتكلم ان احنا محتاجين نغير في شكلنا الهجومي في مركز المهاجم بالزبط. يعني ممكن التركيبه الهجوميه كلها محتاجه تغيير، ولكن من ضمن اهمها راجل بيلعب في القلب ده، لو نفتكر فريرا كان معاه باسم
سبورتي في ولايته الاولى، كان راجل بيعمل موسم اللي هو وان وندر سيزون كده، يعني كان موسم مميز جدا من باسم. الزمالك بيفتقد ده حاليا، ومحدش هيدينا المستوى بتاع باسم، ولكن ممكن ندور على حلول تدينا شكل افضل شويه من اللي بيقدمه سيف الجزيري وعمر السعيد. يعني انا شايف ان اوباما او حتى بن شرقي ممكن يكونوا احد الحلول، نجرب ونشوف، لان ما اعتقدش في اسوأ من كده. انا ليه بقول اوباما هو افضل واحد؟ في مجموعه من الادوار بيحتاجها كل مدير فني من اللعيبه اللي موجوده في كل مركز في الملعب. الادوار دي لما تيجي تبص عليها بالترتيب كده، انا هقول لك بس يعني على سبيل المثال ليس الحصر، يعني الضغط من قدام اوباما واحد من اميز لعيبه الزمالك في الضغط من قدام، يعني لدرجه ان احنا اوقات لما كنا بنبقى عايزين نضغط من قدام في ماتش مثلا الاهلي اللي خلص 1-1 اللي كان بيلعب فيه شيكابالا، اوباما كان اختيار كارتيرون لشيكابالا يكون متاخر ورا، وان اوباما يكون هو اللي بيضغط من قدام، لان هو لعيب مميز في الضغط من قدام. اوباما لعيب ما بيزهقش بضغط الكوره، بيجري كتير جدا وعنده سعاده يضغط في كل مكان في الملعب، فدي واحده من اهم مهام المهاجم في خطه فيريرا ان هو يضغط. اوباما مميز فيها جدا. الانهاء وظن ان اوباما اعتقد مميز اكتر من سيف ومن عمر افضل، يعني مش بنقول ان هو افضل حاجه، لكن هو افضل في ظل المتاح. ممكن بس الكور الطويله العاليه دي، ولو ان الزمالك من فتره فيريرا ما بيلعبش الطوليات كتير. في الناحيه الثانيه اوباما مميز في العرضيات اللي من على الاطراف بالظبط، لانه بيعرف يتحرك كويس، التايمنج عنده كويس بالظبط، بيختار الوقت المناسب. دي بالزبط. اميز حاجه اوباما ذكي جدا في ان هو يختار الوقت اللي هيعمل فيه توصل له الاول بدماغه كويس بالزبط. يعني هو هيدر معقول جدا جدا جدا، يعني في مصطلح دايما والدي بيقوله في اللعيبه اللي بتلعب هيدرز دي، اللي هو مش مغمض عينيه. يعني بالظبط، لعيب طالع مش مغمض عينيه، يعني ده مصطلح ظاهر قوي. اوباما بيطلع مش مغمض عينيه، شايفين بقى الدرجه الثالثه العتاء اللي هو بيجيب يعني اللي اتربى عليه دي الكابتن محمود ابو رجيله بالظبط. فاوباما عنده الميزه بتاعت ان هو لما بيكون جوه منطقه الجزاء، ويمكن داوود زميلنا كان قال النقطه دي اكتر من مره، هو من اللمسه الاولى اوباما خطير جدا. يعني لما تحطه في موقف ان هو جوه منطقه الجزاء هيلعب من لمسه واحده ينهي بيها الكوره، اوباما مميز في ده جدا. فانا شايف ان اوباما هو اميز واحد في الوقت الحالي علشان خاطر نلعب بيه راس حربه في ظل الشكل المتاح او في القائمه المتاحه للزمالك في الوقت الحالي. عندنا حاجات كتير بس عايزين نروح فاصل، استنونا بعد الفاصل، ونقاش مهم برضو ممكن يتعلق بكيروش، ممكن يتعلق بتصفيات كاس العالم المريرة للأسف، ولكن بعد الفاصل. فانتظرونا في فن وهندسة من جديد مع ضيفنا محمد علاء. رجعنا لكم تاني في فن وهندسة، ودي فقرتنا الأخيرة، ولكن فيها سؤال مرير شوية، هو عن مجموعات كاس العالم. القرعه تمت، والمجموعات نتمنى يعني ايه التوفيق في الاول لكل الفرق العربيه والافريقيه، وزي ما قلت كده وكل اللي بيشجع منتخب وبيحبه يشوفه موفق ويشوفه جميل. ولكن انا عايز اسال بقى محمد رايه في القرعه كده، وهو شايف دايما بيبقى سؤال عن المجموعه الناريه، ايه هي المجموعه الناريه اللي انت شايفها كده في ايه في المجموعات اللي معانا كده وشفناها كلنا في كاس العالم؟ يعني والله يعني مش شايف مجموعه تسمى ناريه قوي، يعني ما فيش مجموعه فيها ثلاث خصوم مثلا هم اقوى حاجه، لكن في مجموعه بحظوظ متكافئه، هي يعني المجموعه بتاعت قطر في حظوظ متكافئه كتير قوي، الاكوادور بس هي مش ناريه، ده هي ممكن تكون حظوظ متكافئه، مش هي حظوظ متكافئه من تناسب مستوى الفرق. يعني بالظبط، يعني الاكوادور كانت سعيده الحظ جدا ان هي تصعد في التصنيف الرابع، لكن في النهايه تقع في مجموعه فيها قابليه ان هم يصعدوا بسهوله. قطر عندها فرصه كويسه جدا، السنغال كمان عندها فرصه كويسه، هولندا اكيد، فبالتالي مجموعه بحظوظ متكافئه. يعني موجوده معانا على الشاشه بالظبط. طب نبص على مجموعه كده سريعا. انت شايف المجموعه الاولى البطاقات كده هتتلعب بين، يعني هو طبعا الفرق الاربعه ليها فرص، بس انت شايف مين كده يا محمد يعني اللي ليه فرص اكتر؟ يعني والله عايز اقول ان الاكوادور حاجزه بالنسبه لي حاجزه مكان على الاقل في الصعود. الموضوع ممكن يبقى صعب بقى على المركز الثاني، لانه قطر لو ما قدرتش تظهر نسخه قويه في المجموعه زي دي اعتقد هيبقى الموضوع صعب عليها قوي، فبصراحه يعني مش قادر احدد المركز الثاني. الاكوادور ليها فرص كبيره على السنغال مقارنه، يعني انت مش شايف ان في فرص كويسه للسنغال؟ لا في فرص كويسه للسنغال، لكن انا حاسس ان الاكوادور هتعرف تستغل كويس قوي الفرصه بتاعه ان هي دخلت في مجموعه قابله للمنافسه، حد يعني التصنيف الاول مش مش مش, مش, طيب مش اقوى حاجه. طيب المجموعه الثانيه السياسيه، يعني مجموعه سياسيه بامتياز. يعني مجموعه سياسيه بامتياز، اعتقد مجموعه ما كانش يتمنى انجلترا اسهل من كده بصراحه، او يعني افضل من كده، كان عنده حاجات ممكن تبقى اصعب في فرصه لانجلترا انها تصعد. احنا لسه برضه مش عارفين مين اللي هيصعد من البلاي اوف بتاع اليورو، لكن اظنها مجموعه قد تكون انجلترا ومعاها المركز الثاني بقى اللي لسه هنشوفه، يعني نعرف بس مين اللي صعد لهم الاول من اليورو وبعد كده نقرر، لكن اظن انجلترا برضو حاجزه مكان اساسي في المجموعه دي. جروب سي بقى الارجنتين والمنتخب السعودي الشقيق، له كل التوفيق.
مكسيك بولندا، انت شايف في فرص للسعوديه مع هيرفي رينارد في المجموعه دي؟ والله هو هيرفي رينارد قدر يخلق منظومه قويه جدا بالسعوديه، لكن في حاجه ملحوظه قوي انه الارجنتين بقى لها كذا سنه بتطلع في المجموعات بتبقى مع نيجيريا، لازم منتخب اخضر فحط لهم السعوديه بالمره، فاهم؟ اي حاجه بتلبس اخضر. توقعاتك للسعوديه في فرص في اللعب على البطاقه ولا الدنيا صعبه شويه؟ هو الامور في المكسيك مش صعبه قوي بصراحه، لكن السعوديه ماتش بولندا هو ماتش يعني زي ما عطا بيحب يسميها كده ماتش الحقيقه، لو السعوديه قدرت تعمل شكل كويس قدام بولندا اظن ممكن يكون عندها فرصه في ان هي يعني تصاحب الارجنتين اللي اظن عندها فرصه كبيره جدا. الارجنتين كمان خد بالك لو يعني ترتيب المجموعات خدمها بعد الصعود لو صعدت اول عندها فرصه ان هي تروح بعيد قوي في المونديال السنه دي. شخصيا بتمنى عشان ميسي الصراحه يعني. فرنسا دنمارك اللي هيطلع بقى من العركه اللي هتتم في التصفيات لسه بين ممثل اسيا مع ممثل امريكا الجنوبيه، هنا فرنسا دنمارك تونس بالزبط. تونس بقى وحظوظ تونس موضوع صعب قوي بصراحه على تونس. انا بشوفش انا شايف مستوى تونس نفسه مش كويس قوي يعني، يعني ما اظنش ان مرز الكبير هيبقى حظوظه كبيره قوي في مواجهه منتخب بقوه فرنسا. دنمارك كمان مش سهله بالمره يعني، فبصراحه تونس حظها وحش تاني سنه على التوالي في المونديال، ان هي بتخش في مجموعه الامور بتبقى صعبه عليها، لكن يعني بتمنى ان هي هتبدا بشكل سهل شويه هتقابل الدنمارك. طبعا ما كنتش اتمنى ان هي تقابل فرنسا في اول مباراه، طبعا الامور بتبقى صعبه لما بتبدا بالتدريج بتبقى الامور اسهل شويه، لكن اظن ان تونس يعني نفس المباراه بتاعه السعوديه، ماتش الدنمارك هو ماتش اللي هيظهر تونس رايحه فين في المجموعه دي. اسبانيا المانيا اليابان ولسه في برضه معانا حد هيطلع من التصفيات اللي بتتم لسه. ماتش اسبانيا والمانيا هو تقريبا اكتر ماتش الناس مستنياه، اكتر ماتش ممكن يكون اي حد مستنيه، لانه بالزبط. اسبانيا هي اصعب خصم كان ممكن يتمناها هانز فليك ما كانش يتمنى ان هو يقابل اي حد، يعني ممكن يقابل اي منتخب في العالم الا منتخب لويس انريكي، منتخب صعب جدا في التحولات، هيبقى قاتل لو المانيا ما كانتش في افضل احوالها، لكن في النهايه مباراه يعني بتحمل الكثير قوي ان احنا ممكن نبقى مستنيين نتفرج عليها. بلجيكا كندا المغرب الشقيق كل التوفيق ليها، وكرواتيا فرص المغرب هنا. على فكره كندا منتخب متطور، الناس مستقله بتاريخ كندا، بس كندا من الفرق اللي تطورت جدا جدا في الفتره الاخيره. يعني هي كندا تطورت، لكن بصراحه فرصه المغرب اكبر بكتير جدا من المونديال اللي فات، خصوصا ان كرواتيا ما بقتش بنفس قوه كرواتيا، وكندا مهما كانت تتطور يعني، لكن خليلوزيتش في المعتركات الدوليه بيكون له باع اطول بكتير. يعني انت شايف ان الرهان العربي المغرب عندها فرصه على المغرب. بالظبط انا شايف الرهان العربي والافريقي الاساسي على المغرب. بالظبط انا شايف المغرب عندها فرصه كبيره جدا في الصعود. انا شايف المغرب من العرب والسنغال من افريقيا اللي ليهم فرص. السنغال لان المجموعه زي ما قلت لك مجموعه قطر مجموعه تحمل كل احتمالات يعني. بالظبط. جروب جي بقى البرازيل صربيا سويسرا الكاميرون. كاميرون كمان من الفرق الافريقيه اللي عندها حظوظ مش قليله، صربيا مش منتخب يخض خالص، لكن طبعا لما نتكلم على المجموعه دي لازم نقول مبروك للبرازيل، طبعا يعني فرصه سهله تخش المونديال بهدوء وتتدرج. الكاميرون ما قدمتش اداء كبير قوي في التصفيات، حتى مباراه الجزائر ما كانتش كبيره قوي من الكاميرون، لكن في النهايه حظها حلو في التصفيات يعني. انا شايف الكاميرون على الورق في نظريه لها فرص، بس مستوى الكاميرون برضو زي مستوى تونس كده يعني، هم عملوا مباراه ما تمركش قوي. مش يعني هو لو في فرق في افريقيا فعلا نطرن عليها ممكن نتكلم في السنغال والمغرب. مظبوط. نيجي بقى للبرتغال، غانا اورجواي كوريا الجنوبيه. انت شايف يعني المجموعه دي بحس ان البرتغال حظها كويس دايما في يعني والله بجد دايما في القرعه. خد بالك انا خايف عليك، انت قلت اتمنى الارجنتين تصعد عشان خاطر ميسي، وبعد كده قلت البرتغال محظوظه، فده ممكن يجيب لك جماهير النهارده. الناس كلها لا اراء ولا ميول ولا اهواء يعني. المباراه دي يمكن او المجموعه دي يمكن فيها ماتش غانا اوروجواي طبعا بالذكريات 2010 الذكريات صعبه جدا لمنتخب غانا، لكن غانا مش اقوى حاجه في الوقت الحالي، لكن في نفس الوقت اوروجواي مستواها قليل جدا او قل كتير عن السنين اللي فاتت، فيعني اعتقد غانا ممكن تحاول تخطف بطاقه مع البرتغال، اظن هتكون فرصه كويسه يعني. في اكتر من فريق في افريقيا بصراحه عنده فرص ان هو يصعد، لكن اظن انه غانا ممكن تكون حظوظها يعني بعد السنغال مباشره في الصعود. نتمنى كل التوفيق للفرق العربيه والافريقيه ان شاء الله. جرونا بقى لسؤال مهم جدا، وانت بتشوف القرعه كده بمراره كلنا كنا نتمنى ان احنا نشوف مصر، ولكن هل كيروش انت بقى ايه من الحزب اللي هو شايف ان كيروش يكمل، ولا نبحث عن وجه جديد لقيادة المنتخب المصري؟ وهل كيروش مسؤول عن عدم صعود مصر في تصفيات كأس العالم؟
يعني ما تقدرش تعفي المسؤوليه عن اي حد كان موجود في منظومه المنتخب في الفتره دي، سواء الناس اللي كانت من بدايه الصعود او الناس اللي استلمت المهمه بعد كده او اللي انهوا المهمه في النهايه، بالتالي كله مسؤول بدرجات متفاوته. لكن انا طبعا مع الحزب اللي عايز كارلوس كيروش يكمل. انا شفت منتخب مصر بيعمل حاجات كثيره جدا ككوره تستحق انها يتبني عليها لسنين. احنا متفقين مع اغلب الناس، عشان بس الناس بيبقى عندها اعتقاد ان احنا بنحاول كمحللين نقول حاجات هم مش بيشوفوها كنوع من انواع يعني الادعاء الفهم اكتر من الناس، وده مش حقيقي والله. احنا بنحاول نفسر الامور بهدوء اكتر شويه. الجمهور طبعا يهمه يشوف النتائج، ويهمه يشوف المنتخب بتاعه بيكسب بافضل شكل ممكن. الجمهور ما كانش زعلان من كروش بس بسبب النتائج قد ما كان في تعليق على الاداء. بالظبط. يمكن خلينا نقول الاداء، مش الاداء ككل، الاداء الهجومي. يعني الناس في مصر بتحب الكره الهجوميه من زمان، حتى تلاقي البرازيل لها شعبيه في مصر يقول لك كره حلوه، الناس عايزه دايما تشوف كره حلوه. رغم ان منتخب مصر بشوفه اصلا تاريخيا مش من المنتخبات، يعني فتره حسن شحاته بنلعب كره حلوه، بطوله 98 كره حلوه، غير كده بنحقق نتائج بس احنا اصلا يعني ايطاليا افريقيا كده اللي هي بتقدر تلعب وكذا وتحقق نتائج، بس احنا مش مبهرين، احنا مش برازيل افريقيا يعني. يعني عارف بحس دايما انه التركيز مع كل تصفيات مونديال في مصر ده بيبقى عامل زي كانك كده معاك عارف الكيرف كده، اللي هو الجمهور بيبقى مش مهتم خالص بالتصفيات او باللي بيحصل في الكره المصريه، ثم بيزيد الاهتمام جدا في فتره التصفيات، ونكتشف في النهايه ان احنا فشلنا تاني. فيعني انا مستعجب قوي انه بنفضل 4 سنين متتاليه ما بنبنيش اي شيء، وبننتظر في النهايه ان احنا نحصد حاجه كبيره. منتخب مصر طبعا من حقنا نتمنى ان هو بيلعب كره يكون هجوميه او كره كويسه، لكن اللي عايزين ناكده انه منتخب مصر ما بيعملش حاجه بانتظام او ما بيعملش حاجه بشكل سليم على مستوى الكره اجمالا، عشان في النهايه يكون الناتج العام ان احنا بنقدم كره حلوه. كيروش مدير فني عايز يكسب، ما فيش مدير فني عايز يخسر. والتحولات اللي هو بيحاول يخلقها هو طبعا مدير فني بنزعه دفاعيه بالبلدي خالص، لكن في النهايه في التحولات منتخب مصر لما كانت اللعيبه بتاعته بتكون في افضل حالاتها قدمنا مباريات هجوميه بشكل كويس. احنا عملنا ماتش على المغرب هجوميا في التحولات بشكل محترم، ماتش كوت ديفوار كان في التحولات بشكل محترم. فبالتالي وقت ما بتسنح الفرصه لمنتخب مصر بيكون عندنا شكل. الموضوع محتاج بس وقت ما يكون هناك فرصه لتكافؤ فني، كيروش بيلعب ماتشات بيكون في شكل هجومي. ولا ده راي محمد علاء، انا بس يمكن انا رايي لو كنت عايز اتكلم فيه اكتر كان الموضوع محتاج استطراد اكتر، لانه محتاج يجيب لقطات ومحتاج يفرج الناس على هجمات بتقف في 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 اوقات غريبه بسبب قرار واحد. يعني في لقطه كانت مشهوره جدا في ماتش السنغال اللي فات ده، المفروض منتخب مصر كان مضغوط في الطرف اليمين والكره عند محمد النني، وكان في باص سهل جدا محمد النني لمحمد صلاح على الطرف اليمين هيكسر بيه 3 لعيبه من السنغال، ثم هجمه مرتده خطيره جدا. النني عمل ايه؟ باصها اللاعب من السنغال. هي احنا مش هنمسك مش في النني، بس انت يعني بتقول ان في غياب للجوده هنا، في الجوده العاليه قوي يعني. بالظبط. بتكلم ان النني لعيب ذو جوده، ولكن الجوده في المستوى التنافسي اللي انت بتلعب فيه مع السنغال. وعشان بس ارجع للنقطه دي، عشان الناس بتدعي او يعني الناس بتعتقد ان احنا بندعي ان كيروش بريء من الجوده دي، كيروش زي اي مدير فني احنا بننسى ابدا ان هو متعين في شهر 11 اللي فات ده، وتعين في شهر 11 حضر مع منتخب مصر 3 معسكرات بالظبط، معسكرات ليبيا ومعسكرات كاس العرب ثم معسكرات افريقيا والمعسكر بقى بتاع السنغال ده. فبالتالي مستحيل يكون خلق شكل كامل لمنتخب مصر في ظل المعسكرات دي، لكن الواضح ان احنا شفنا اداء من منتخب مصر على الاقل دفاعيا بشكل قوي. بالتالي انا ده اللي انا على اساسه شايف ان منتخب مصر يستحق ان احنا نكمل بناء. يعني انت شايف ان كروش يستمر لانه خلق منظومه دفاعيه، دي رقم واحد، وفي نفس الوقت ان هو عكس ما يقال عليه منعدم الحلول الهجوميه. لا، اما بيبقى عندنا ماتشات يعني اقل شويه من السنغال في المباريات اللي كنا واجهنا فيها كوت ديفوار المغرب، الراجل خلق شكل هجومي. طيب السؤال بقى، لو منتخب مصر يسعى ان يلعب كوره حلوه ويبقى شخصيه مهاجمه والكلام من ده طريق طويل، انت شايف ايه بقى خطواته كده لو انت بتحط روشته ازاي مصر يكون عندها عناصر يعني مش في القريب العاجل، لا في الامل يعني التخطيط المستقبلي الابعد، لو احنا عايزين بقى كره اللي زي بيحبها الشعب المصري بيطالب بيها زي فتره الكابتن حسن شحاته كده، ازاي مصر تسعى للعمل ده وتدور عليه ازاي؟ هي الفكره انه الكوره من وقت كابتن حسن شحاته لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي اختلفت كتير جدا جدا جدا، والعالم كان بيجري ويسبقنا واحنا كنا واقفين محلك سر. العالم ده مش بنتكلم عن الدول في اوروبا ولا حتى في اسيا، احنا بنتكلم عن الدول الافريقيه. الاهتمام بالمواهب في افريقيا والاهتمام بالجوده بتاعت اللعيب الافريقي تطورت جدا في السنين اللي فاتت، واحنا كنا واقفين محلك سر. فلو انا عايز اقول روشته تطور الكره المصريه في جمله واحده، هي الاهتمام بالمواهب. ما ينفعش تكون انت عندك طموح انك تقدم كره هجوميه وانت عندك اغلب لعيبتك بتفشل في الاستحواذ، اغلب لعيبتك بتفشل في انها تعمل باصين 3 تحت الضغط. فبالتالي لو منتخب مصر
حط او يعني المسؤولين بقى الكره المصريه في مصر حطوا خطه طويله الامد للاهتمام بالمواهب لانشاء موهبه حقيقيه وفقا لاساس علمي، ودي نقطه انا عايز احط تحتها 100 خط لو اقدر، على اساس علمي لان الكره تطورت جدا علميا. في النهايه هنشوف حاجه بتحصل، ما ينفعش نقول انه منتخب مصر مدرب بس، وما ينفعش نقول انه يعني الكره بس. التجارب اللي حصلت في الدول التي نهضت زي اسبانيا زي كذا دي برجع نبتدي نشوف الناس نهضت ازاي. لا بلاش بقى اسبانيا والمانيا، تعال نتكلم مثلا عن بلجيكا. بلجيكا دي في سنه 2000 مثلا كان منتخب منعدم تماما، خرج من اليورو اللي كان بينظمها على ارضه وبشكل سيء جدا. النهارده بلجيكا احنا بنتكلم، احنا حتى ما اتكلمناش عن بلجيكا، احنا كده كده ضامنين الصعود. بلجيكا عندها اكتر من موهبه، المواهب بتاعه بلجيكا دي علشان بس تبقى عارف ده برنامج كبير جدا بلجيكا عملته بدايه من سنه 2000 علشان يطلع مواهب الشارع في بلجيكا وفي الاحياء الفقيره جدا، انه يخلي اللعيبه دي تحتفظ بموهبتها الخام البيور لان هي توصل بيها للمستوى الدولي. فتلاقي بقى لعيبه زي دي برون وهازارد ولوكاكو، دي لعيبه كلها نشات من برنامج ازاي انك تحافظ على الموهبه الخام بتاعت الشارع. فبالتالي كل المنتخبات الكبيره قدرت تحط برامج عشان تهتم بموهبه، ففي النهايه وصلت لنتيجه كبيره. احنا بشكرك جدا يا محمد، وللاسف دايما احنا وقتنا بيبقى ضيق شويه، فيعني ايه الى لقاءات جديده ان شاء الله معانا فن وهندسه، لان ال 90 دقيقه فن وهندسه قاربوا على انتهاء، ولكن الزمالك لا يفارقنا ابدا، فهو الزمالك الذي يملا القلب ويملك العقل ويصادر الخيال. نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.